يقول لي دين على شخص مبلغ من المال، وهذا الشخص أصبح لديه مبلغ من المال قد أخذه من بعض الناس بطريق غير شرعي، هل يحق لي أن أسترد ديني منه ولو كانت فلوسه غير حلال وأنا أعلم بهذا؟ جزاكم الله خيرا. ما دمت تعلم أنها غير حلال فإنها لا تحل لك، ولا يجوز لك أن تستوفي دينك منها لأنها حرام عليه، وأنت تعلم أنها حرام فتكون قد أقرته على أخذها وعلى الانتفاع بها، فتكون مشاركا له في هذه الجريمة. نعم.